حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انتقد خبراء اقتصاديون التعامل بالدولار داخل الأسواق المحلية معتبرين ذلك حالة شاذة، وأضاف الخبراء أن التعامل بالدولار داخل الأسواق المحلية سبب أساس بانخفاض قيمة الدينار بسبب كثرة الطلب على الدولار مقابل الطلب على الدينار. وأكدوا أن إجراءات حصر التعامل بالدينار داخلياً ستؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار، مشددين على ضرورة الحد من عمليات الاستيراد العشوائية والتي لا مبرر لها. أكد اتحاد المقاولين في محافظة ميسان أن عدة مشاريع توقفت في المحافظة بسبب قرار حكومي سابق أجبر المقاولين على ترك العمل بسبب الأزمة المالية. قال رئيس الاتحاد علي موكر إن القرار الحكومي السابق تسبب أولاً بأضرار مادية ومالية جسيمة للمقاولين، وكذلك إيقاف العمل في مشاريع كثيرة منها أبنية مدرسية وإكساء شوارع وأبنية لمؤسسات حكومية. وفي ميسان أيضا جدد عدد من المزارعين في ناحية السلام بمحافظة ميسان تظاهراتهم في مدخل الناحية احتجاجا على عدم صرف أموال تعويضات الأراضي الزراعية والتي طالها الفيضان عام 2017. أكد المتظاهرون أن الفيضان طال أراضيهم بسبب إجراءات حكومية حاولت إنقاذ المدن في حينها، حيث تم جرد الأراضي وإدراجها تحت ما يسمى أراض زراعية منكوبة، وتم تخصيص تعويضات مالية لها، وكان المقرر أن يتسلموها في عام 2021، ومنذ ذلك الموعد وهم يستغربون عدم صرفها لهم، فضلاً عن قطع المياه عن أراضيهم الزراعية بسبب الجفاف وحرمانهم من الزراعة. قالت اللجنة القانونية النيابية إن قانون النفط والغاز مجرد مسودة ولم يصل إلى مجلس النواب. وأضافت اللجنة أن تمرير هذا القانون يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الكتل السياسية الموجودة، مؤكدة وجود خلافات في هذا الموضوع، إضافة لوجود لجان تفاوض بين بغداد وبين أربيل بخصوص قانون النفط والغاز، معتبرة إياه مهماً ومتأخراً، وأنه من غير الطبيعي بأن لا يكون مفعلاً حتى الآن في بلد نفطي كالعراق. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة النفط أن جولات التراخيص النفطية بعد عام 2003 حققت قرابة تريليون دولار كإيرادات مالية لخزينة الدولة. وكيل الوزراء علي معارج أشار إلى أهمية جولات التراخيص التي ساهمت في إضافة 3 ملايين برميل للإنتاج وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت 900 مليار دولار بدورهم. انتقد مراقبون استمرار النظام الاقتصادي الريعي في العراق والاعتماد على النفط كمورد رئيس لدعم الموازنات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، لأمان الله.